السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة تستطيع من خلالها إزالة الضجيج من التسجيلات الصوتية، فربما كان لديك تسجيل صوتي محاضرة، يعني ربما كانت محاضرة لدرس ما، ربما كان تسجيل لك فيوجد به بعض الضجيج مثل صوت التلفزيون، صوت المكيف، صوت المروحة، صوت أي شيء يعني في الغرفة أو في المكان الذي تم تسجيل فيه هذا التسجيل، أو ربما يعني صوت أشخاص آخرين أو تلفزيون بعيد أو كلام شخص آخر، فتستطيع إزالة هذا الضجيج ويبقى الصوت واضح والتسجيل يعني بجودة أكبر بدون يعني الضجيج والتأثيرات الأخرى. طبعا في هذه الحلقة سنستعمل هذا البرنامج الذي سوف تجده رابط تحميله أسفل الفيديو، يمكنك يعني بعد فتحه وتثبيته طبعا وفتحه تضغط على ملف وتختار فتح وتدخل ملف الصوت الذي تريده، ولكن في هذه الحالة سأقوم بالتسجيل مباشرة لأنه لا يوجد لدي ملف صوتي في الحاسوب. طبعا نصيحة مني، عندما تقوم بتسجيل أي تسجيل يعني دع قبل أن أتكلم هنا سأضع يعني سأسكت مرة يعني أسكت قليلا حتى يلتقط التسجيل بعض الضجيج لنتمكن من إزالته، تابع معي واستفهم أكثر. الآن عندما سأضغط هنا سأبتدئ بالتسجيل، إذا نبتدئ على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هكذا تم التسجيل مشاهدي الكريم. إذا لاحظ معي عندما أقوم بتشغيل التسجيل الذي قمت به ستلاحظ بعض الضجيج، إذا أستمع إلى هذا التسجيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما لاحظت معي مشاهدي الكريم، الآن كل ما عليك فعله فقط هذا التسجيل، يوجد بعض الضجيج، يوجد كلام. هذه الموجات التي تراها أمامك الآن هي تسجيل صوتي، وهذه الموجات القليلة هي ضجيج. إذا نقوم بتحديد الضجيج هنا كما ترى أمامك، فقط عندما تقوم بالتحديد هكذا تضغط على أي مكان آخر. الآن تضغط هنا على تأثير، بعد ذلك تختار حذف الضجيج كما ترى هنا خيار الموافق مخفي، يعني لأنه لم تعطي له عينة لمسح الضجيج، ولكن العينة التي قمت بتحديدها وتحديد الضجيج في البداية قد تم أخذ البروفايل الخاص بها. تضغط هنا على Get Noise Profile، هكذا تم أخذ المساحة التي قمت بتحديدها. الآن تضغط مرة أخرى على تأثير هنا وتختار نفس الخيار حذف الضجيج كما ترى تم إظهار زر موافق، تضغط على موافق وتنتظر قليلا كما ترى اختفت الضجيج. إذا نقوم بتسجيل الصوت منذ البداية ولاحظ معي الفارق مشاهدي الكريم. لاحظ لا يوجد أي ضجيج. اسمع الآن جملة السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما ترى الجملة واضحة ولا يوجد أي ضجيج مختلف كثيرا عن بداية التسجيل عندما لم نقم بحذف الضجيج. شكرا لحسن متابعتكم، رجاء إن أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وسبسكرايب، يظهر الآن أسفل الفيديو على يميني، قم بالنقر عليه قبل نهاية الفيديو، لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وزيارة المدونة كذلك. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.